الإنشاءات اللي بتتم في مستشفى الجامعة. طبعا تم إنشاء مستشفى الطوارئ وبدأنا فيها، ودلوقتي جاري إنشاءها، دلوقتي جاري استكمال إنشاء مستشفى الطوارئ، وفعلا بعد التمويل المواصل بدأنا فعلا باستكمال الأدوار المتبقية. إن شاء الله في خلال 6 شهور يتم إنشاءها تماما، وتم الانتهاء من إنشاء مستشفى الأورام وتجهيزها وشراء الأجهزة الخاصة بيها. إن شاء الله في خلال سنة مستشفى الطوارئ ومستشفى الأورام هتشتغل على بكامل طاقتها إن شاء الله، بسبب إنه ناشد للمجتمع المدني الحقيقة من خلال هذا المكان بالتعاون، لأن الموارد الذاتية مهمة جدا جدا في استكمال الإنشاءات وفي استكمال التجهيزات، لأن دي هتخدم محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة. وأعتقد إن إحنا محتاجين جدا مستشفى الطوارئ، مستشفى الأورام، عشان نقلل اغتراب المرضى. المرضى دي من أهالينا كلنا، وللأسف بيتبهدلوا في أماكن كتير وبيسافروا. فإحنا إن شاء الله بإذن الله في خلال الأيام الجاية أو في خلال الشهور القادمة هيتم استكمال كل الإنشاءات. ف يعني يا ريت رجال الأعمال اللي من كفر الشيخ وأبناء كفر الشيخ وجوارها يساعدوا المستشفى الجامعي في كفر الشيخ ومستشفى الطوارئ ومستشفى الأورام.